السلام عليكم، هلا فيكم في لوك جديد. باقي ساعتين على رحلتي، فمتوجهين الحين المطار، بناخذ ابو نمر وبنروح المطار. في كنسل؟ في كنسل، لكن ما اتوقع تطلع يا اخوي. الله يخرجنا. الحقك خلاص راحت الحين. لا والله، والله بطاقة الحين. تستخدمها هناك السعودية؟ لازم، لا خلصت الفلوس مو بالله. يا هو ايه خلاص خلاص راحت راحت. بليز ويت بليز ويت. اوكي الساعة بطيئة ذي. ايوه حط رقم السرعة. طلعهم بس طبعا ثنتين. تبي تطلع تقدر تطلع من هنا. وين التيكت؟ يعني البوردينج. بعدين طلع البوردينج، طلع جوالك وتخش على موقع دلتا. ونزل البطاقة ونزل. ونزل ذا وريح نفسك. ليش؟ صح أنا كنت تكنولوجيا. لا أولد كلاس أنا يا الخوي، ما تدري. أمي وليدي هذه فسحتك. ها يا جماعة تجون؟ وين؟ لا والله أنا بنفسي. ما ودك ما ودك ها؟ لا والله مو عشان، لكن والله عندي هلع ما اقدر اخليه. ولا ودك تدق تذكره الحين؟ اسمع شو 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 الانفاس ذي. ما ودك يا اخي، لكن شو تسوي؟ ان شاء الله يلا تصبر. يلا ان شاء الله، ان شاء الله ترجع نفس اول الوزن. انحف. اي والله اكثر ما شاء الله باذن الله. الله يشوفكم. يلا صرتوا لا نكلمكم انا. حضنوا بعض وطلع بسرعة. على الطيارة الثانية أقل من ساعة إن شاء الله لحق. أخيرا وصلنا نيويورك، باقي 3 ساعات ونطير إلى جدة. ننزل جدة وانتظر 3 ساعات بعدين على الدمام.
انا حاسس ان بطايق الصرف السعودية حقيني موقفين، فجبت معي دولارات وتوني صرفهم من وراء محل الصرافة، حولتهم ريالات، الحين نازل مكاتب تأجير السيارات، ان شاء الله عندهم سيارات ويخلصوني بسرعة، لانه ما بقى شعال الفطور. في موضوع برضه بقول لكم اياه، بس خل اخذ السيارة كل شيء واركب في السيارة واتكلمك. الشيء اللي تمنيت اني اقدر اسويه اني افطر عند اهلي، اوصل، لكن مستحيل. احنا اصلا بستوي الفطور، فباكل اللي شاون في الطريق وعلى ما اصلهم. طبعا اللي صاير اني اصلا اهلي ما قلت لهم اني بجي الحين، قايل لهم اني بوصل البيت يمكن على 10:50، 11. الحين الساعه 6:15، اتوقع شيء كويس يعني ما اعطيتهم الوقت الحقيقي اللي انجوي فيه الحين، لان لو قايل لهم اني وصلت الحين ما اتوقع راح ياكلون، راح ينتظروني، فياكلون على راحتهم الوعد لما وصلنا. بس هذا الموضوع كله، هذا الفيديو راح تشوفونه. انا اوريدي في امريكا راجع، ببدا اسوي فلوجات، فنهاية الفلوج ما تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم.